اهلا بكم مره اخرى في استديوهات برنامج الويكاند. نعطيو الكلمه للشيف سامي. مشكوره فاتوما، نوصلوا تو الختام حلقتنا. بالطبيعه يلزمنا ان بتي ريكاب على لي روسيت نتاع اليوم اللي طيبناهم بالطبيعه في الغاز والفور من عند جوكير. نبداو بالمقرونه المزيانه اللي بنينا برشا، هذيا اللي عملناها بالبولي من عند مليحه، قليناها في شويه بصل وزدنا عليها الشامبينيون، ومعها هي زاده زيت زيتونه اللي خديناها من عند بني غلين هو واللفاحات الكل، وزدنا عليهم التومات الكامله من عند سيكام وشويه هريسه، وخليناها بطبيعتها تغلي في عقلها مع شويه بازيليك، وفي الاخر بالكل زدناهم شويه معدنوس وشويه زعتر كتابه بالطبيعه السوس، وحطينا اون باراليل المقرونه تتسمط ورده اللي بالبات بيولوجيك، اخترناها اليوم اسباغيتي، وسوتيناهم الكل بطبيعه مع بعضهم، وخرجت لنا حاجه مزيانه وبنينه برشا. مع هذا الكل يزلنا السلايطه نتاعنا اللي اخترنا اليوم باش نعملوها كالعاده برشا خضره وبرشا الوان، عملنا فيها الكاروت رابي، عملنا فيها البطاطا المسموطه، ومعها هي زاده شويه بازيليك مع دنوس قارص تومات سوريز واللوبيا الحمراء، وما ننساوش زاده رشه عصرة السيترون، وبطبيعة جبنات من عند مرياخ، خلنا اليوم الموتزاريلا سوريز، وزاد الليدام اللي قصيناه جويد وخلطناها الكل مع بعضها، وصحة وبالشفاء. مع هذا الكل يلزم حاجة حلوة، اليوم اخترنا الموس والشوكولا زاد كيف كيف اللي هي سهلة ورابيد وبنينة برشا، ما تستحقش برشا حاجات، جوست 200 ملل من الحليب البارد نخليوه كما قلت لكم في الكونجيلاتور لآخر وقت، وبعد نخدموا به حركوها كان عندنا باتور ولا حتى بالفوي لمدة 3 اونتر 3 اي 5 مينوت لين تطلع لنا شويه، من بعد خليوها ترتاح ساعه ونص في الفريجيدير. وفي الاخر انا زدت زينتها كما قلت لكم، تنجموا حتى بالجرجلان وشويه الناباج من عند سمارت شيف. ان شاء الله عجبوكم لي روسيت، نتقابلوا احنا الغدوه ان شاء الله في دي روسيت جدد. يعطيك الصحة شيف، أنا بدي نشكر ميزان فيتي، يعطيكم الصحة على المعلومات اللي قدمتوها الكل، ونشكر زادة اللي كانوا أثوا معايا البارتي أون نتاع برنامج الويكاند، ونشكر مي سبونسور. نبدا بفلور دو ليس، نلقاوها في البحيرة في المنزة كيف كيف في المرسى، دونك تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم تلقاو لي كوردوني تطلبوهم وتاخذوا لي رونديفو نتاعكم الكل. نفس الشيء مع إلهام بلوتو نيلاند باي إلهام، نلقاوها في حدائق العوينة كيف كيف، تدخلوا على الباج فيسبوك والانستغرام تلقاو تليفوناتهم تطلبوها وتاخذوا لي رونديفو قبل ما تمشيو. كما زاد نشكر فوكسال بوتيك نلبس من عندها، نلقاو البوتيك الاولى نلقاوها في طريق الحبيب بورقيبه في مقرين، والثانيه في المروج 6 بحذا البوسطه الجديده، فوكسال الصغيرات في المروج 3، فوكسال الرجال في المروج 4. ميرسي زاد الحياه شوز وشوز الحياه اللي كانت معنا وعندها نوفيل كوليكسيون للعروسات وللصيف والبرشا جو، دونك ادخل على الباج فيسبوك والانستغرام واي ارتيكل يعجبك يوصلك وانت موجوده على كامل تراب الجمهوريه. ميرسي فريق الاعداد زميلتنا جواهر بن سير، ميرسي فريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. ملتقانا ان شاء الله غدوه بسلامه. علاش ليه؟ نعرفوك مرا حاذقة وقديرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلال وردة البنة الزمنية، وردة سرنا المحبة.
موسيقى مية العمارة وبسرها تزهينا يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا وانتو ما اخترتوا سيكامبولي طماطم مقشرة حاضر باش مقصوصة ولا كعب مدشة بالثوم برودوي دلاني 2023. سيرجلي مليحة العشاء الفطور ولا التحريشة يحضروا في رمشة عين باني ولا كريي صنف وتفل لقام سيرجلي مليحة متوفرة في المساحات الكبرى وفي كامل نقاط بيع مليحة. سونيا كيما برشا نساء نهارها ياسر شغجة أما في التصنيف عندها شكون تعمل عليه معاه كل شي يحضر ليه ليه هذا شاف بالفم والملا ملالي عنده في كل شكارة ذبارة بالأمارة كل ما يجيو هذيفان للدار يلقاو سفرة بالوهرة والكار سمارت شيف سنين معاملين عليه. تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جدا بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية. LG Life is Good. عسلامة مرحبا عندنا ريزرفاسيون 3 ميتي 2 ادولت و 1 انفون عسلامة مرحبا حتى احنا كيف كيف زعما قداش كلفة تبع ما نعرفش ما نتصورش باش نلقاو اوفر خير من اللي لقيناه احنا تصور 3 ميتي 1000 دينار اكاهو احنا 800 دينار اكاهو كيفاش عملت بربي سامبل برشا تدخل على سيت ليبرتا فواياج ترقى احسن عروض الصيف باسواق ما كيفاش تسمع باش ما تندمش وما تخسرش فلوس وتضمن احسن سوق ما تضيعش الوقت
ادخل على libertavoyage.com. كي تقول اوتيل بافضل الاسعار تقول libertavoyage.com.